نحن يوم أمس عندما أصدرت اللجنة المركزية بيانها، قبلها بيومين أيضا أصدرنا المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي بيان تحدثنا به عن ضرورة الذهاب إلى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة تحظى بحضور جماهيري وتحظى بقبول جماهيري وسياسي واسع، وكذلك حل البرلمان قبل إجراء انتخابات مبكرة. نعتقد أنه وسبق أن تحدثنا بمواقفنا السابقة وعندما قاطعنا الانتخابات بأن هذه الانتخابات، وثبت فعلا أنه مقاطعتنا الانتخابات أثبتت صحتها، أنه هاي نتائج الانتخابات اليوم هي ما تعبر عن رأي الشارع العراقي. شلون؟ اليوم شوف البرلمان هو أصلا تركيبته قبل ما ينسحب التيار الصدري اللي هو قوة جماهيرية وسياسية كبيرة، كان بخلل بتركيبته السياسية وتركيبته العددية، على اعتبار أنه عدد كبير من المواطنين عزفوا وقاطعوا ولم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع. أضيف إلها موضوع انسحاب التيار الصدري، وهذا ما أدى إلى أنه هذا البرلمان اليوم يكون معطل، وهو ليس باستطاعته أن يأتي بحكومة، وحتى وإن أتى بحكومة هي راح تكون، تحدثنا أي حكومة راح تجي وبأي شخص راح يكون، فهو راح ما راح تكون إلا حكومة إعادة لإنتاج الأزمة.